يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من رأيناه يفعل فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرف كما عرف ابن عباس، هل ينكر عليه ويقال إن فعله بدعة؟ مقعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى الآن، احترق المنبر ولا يوجد منبر الرسول، ما يوجد الآن، هذه منابر أقيمت على مكان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمقعده زال عليه الصلاة والسلام، ولو كان باقيا فإنه لا يشرع تمسح به ووضع اليد عليه، وإنما هذا من اجتهادات ابن عمر وحرصه على الاقتداء، ولم يوافقه عليه أكابر الصحابة. وأما التعريف فلا أرى أنه يعمل، لأنه إنما فعله بعض الصحابة، والجمهور والجل ومن الصحابة الكبار لم يعملوا هذا الشيء. نعم.